بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، في مقولة تعلمناها من الأفلام وخاصة الأفلام الأمريكية، لأن الأمريكان والأوروبيين عبيد. والله يا إخوان الأفاضل، اللي يقول أن هالدول فيه حرية إنسان غلطان غلطان غلطان. هذول والله عبيد للنظام الرأسمالي. تقوم الصبح تعمل 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 تعمل، تأخذ قروض، تأخذ كريدت كارد، قرض قرض قرض، ترجع تنام، ثاني يوم تعمل تعمل تعمل، ترجع وتنام، وهكذا. انسان ناس مثل الروبوتات، والله مثل الروبوتات يا ناس. ناس عايشين على الفلوس والمادة والعمل فقط، ما في علاقات اجتماعية، ما في والله يا اخي انا احبك تحبني. ناس عايشين على المصالح اخواني الافاضل. فتعلمنا من الافلام، احيانا تشوف فيلم امريكي واحد يعاتب صديقه، جون انت ليش تسوي كذا مثلا؟ او nothing personal. يقول له والله nothing personal, I'm just doing my job, I'm just doing my job. انا ادي وظيفتي، ليش زعلان علي؟ فاحيانا الشخص يغلط في حق اهله، يغلط في حق اصدقائه، يسوي الغلط، يسوي الحرام، يضرب كذا كذا. I'm just doing my job. هذا الموضوع ايضا موجود عندنا، انا ادي وظيفتي. يا عبد العزيز لا تزعل علي ارجوك. وهذا واحد قالها لي شخصيا، والله يا اخواني الافاضل، في شخص قالها لي، عبد العزيز ارجوك لا تزعل علي، هذه وظيفتي، هذه وظيفتي. وظيفتك انك انت تظلم الناس؟ وظيفتك انك انت تهين الناس؟ انك انت والعياذ بالله تسمع كلام مسؤولينك في سخط الله سبحانه وتعالى، وتسوي الحرام وتسوي المنكر وتسرق وتهين وتخرب وتقتل وتحبس؟ وفي النهاية والكلمة أيضا اللي تعلمناها، سبحان الله، الأمريكان علمونا I'm just doing my job، والمصريين علمونا، طبعا أتكلم عن المصريين اللي هم الأفلام، والشعب المصري بإذن الله بريء من الأفلام. يقول لك أنا عبد المأمور، أنا عبد المأمور. أنا عبد المأمور. طيب أنت مسكت فلان وقطيتها في السجن، أنا عبد المأمور. الوزير الحاكم قالك تسوي شغلة فيها حرام، أنا عبد المأمور. أنت تفكر إذا قلت I'm doing my job وأنا عبد المأمور وهذه وظيفتي و nothing personal، أرجوك لا تأخذ الموضوع بشخصية. الله، أنت ماسك الكرباج على قولة المصريين والصوت، وقاعد تجلد فيني تجلد فيني تجلد فيني، وفي النهاية تقولي والله أنا أدي وظيفتي. لا تزعل علي، لا 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 ما أزعل عليك، تصدق؟ لا والله ما أزعل عليك أبدا أبدا. أنت كجندي دخلت مدينة واغتصبت النساء، وبعدين تقول والله أنا عبد المأمور وأنا I'm doing my job. نعم، هذا الموضوع اللي سووه الأمريكان في العراق، وأنا راح أتكلم في حلقة في فضايحهم في سجن بوغريب. فضايح ما بعده فضايح، وفي النهاية تقولي والله I'm doing my job. قتل الآلاف المؤلفة في أفغانستان، وقتل الأطفال وقتل الأبرياء، في النهاية تقول والله I'm doing my job، أنا أدي وظيفتي. فالحلقة هذه إخواني الأفاضل لابد وإن توصل للجميع، توصل للجميع. عندما تكون وظيفتك سببا في دخولك جهنم، هاي القاعدة اللي لابد أن الكل يؤمن فيها. عندما تكون الوظيفة سبب في دخولك جهنم، هذه قاعدة، قاعدة، قانون، خذوه درسوا عيالكم. لأن كثير من الناس اللي عايشين وسطنا الآن بسبب وظائفهم راح يدخلون بإذن الله، ها بإذن الله، وأنا أدعي عليهم بإذن الله أن يدخلون جهنم. تخيلوا في مسؤول بس موجود فقط لتعذيب المواطن، مسؤول موجود فقط لتعذيب الناس وتخريب بيوت الناس، فحسبي الله ونعم الوكيل. وإذا رحت سألته يقول له يا أخي والله هذا حرام، والله أنا شو أسوي يا أخي؟ تعليمات، تعليمات عليا، تعليمات عليا، تعليمات عليا، قالت لك والله اظلم الناس وبهدل الناس واسجن الناس وعذب الناس، تعليمات عليا. تقول لك والله امسك العالم الفلاني والشيخ الفلاني اللي 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 عمره ما غلط وانت قطيته في الحبس، تعليمات يا وكيل النيابه انك تحب الناس، تحبس الناس وانت تعلم، تعلم ان هذا بريء، تعليمات يا قاضي يا نجس، اعدامات وحبس وسجن بالعشرين سنة، وتقول والله هذه تعليمات عليا وانت تعلم كذاب.
كذاب اللي يقول انه ما يعلم، والله كلهم يعرفون ان هذول اللي قاعدين يحكمون عليهم ابرياء. القاضي حسابك عسير عند الله سبحانه وتعالى، وكيل النيابة، السجان، الضابط، كلكم حسابكم عسير عند الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية تروح وتواجه عيالك، ولدك في البيت يقول لك يا يبا ليش حبست فلان فلاني؟ والله يا يبا هذه وظيفتي، أنا أدي وظيفتي. ليش هدمت البيت على الناس؟ والله يا أخي هاي تعليمات عليا. ها التعليمات العليا هذه اللي راح تدخلك جهنم يا حبيبي. اتقي الله سبحانه وتعالى، خافوا الله. أنتوا ليش عايشين في الدنيا؟ أنتوا سؤال ليش عايشين في الدنيا؟ عايشين من أجل الآخرة، احنا مو عايشين عشان الدنيا، احنا عايشين الدنيا هذه مرحلة. شوفوا صبعي مرحلة بتنتقل إلى الآخرة. يا جنة يا نار يا حبيبي، ما في كريميري هناك، يا جنة يا نار. وبإذن الله سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة الناس الطيبين الصالحين اللي يخافون الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله يخزيكم يا أعوان الظلمة ويدخلكم جهنم ويكويكم من العذاب. بتروحون عند الله سبحانه وتعالى تقولون يا رب تعليمات عليا عليا. والله في بعض المسؤولين لما تروح له تقول له يا أخي هذا القارئ يقول شوف صبعي هذه تعليمات عليا، نفذ اسمع طيع. تعليمات عليا نفذ اسمع وطيع، حتى لو كان هذا الموضوع في حبس الناس وقتل الناس وتعذيب الناس وتشريد الناس وظلم العباد. والله يوم القيامة الله سبحانه وتعالى شوفوا الله يغفر كل الذنوب إلا حقوق العباد، إلا حقوق العباد، حقوق الناس طوابير يوم القيامة، طوابير يوم القيامة بيوقفون أمام الله سبحانه وتعالى بيأخذون الحق منك، بتقول حق الله تعليمات عليا. ترى اللي أعطاك التعليمات العليا بعد عليه حساب، أنت واللي نفذ واللي كذا واللي صادق واللي ختم. طيب يا عبد العزيز شنو الحل؟ الحل إن احنا لا ننفذ التعليمات عبطا، ما نكون مثل للأسف بعض الناس. حتى عندنا في بعض الدول العربية أو نقول معظم الدول العربية لما تدخل العسكرية وتدخل الجيش أهم شيء شي يعلمونك إياه نفذ وطيع واسمع الكلام، نفذ وطيع واسمع الكلام حتى لو كان غلط. يعلمون الناس، يعلمون العساكر للأسف الخيبة، يعلمون العساكر دخول جهنم. يا أخي أنا بطيع ولي الأمر وبطيع الضابط وبطيع اللي أعلى رتبة مني، ولكن بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ورد أنا على الخمة المرتزقة للمخابرات الأنجاز اللي شغالين أحذية بما يسمى شيخ دين طاعة ولي الأمر. شوفوا سبحان الله، ركزوا على كلامي، دايماً اللي يقولك طاعة ولي الأمر ما يقول لك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما يجيب طاري هالموضوع. إخواني الأفاضل الدين متكامل، ها شوفوا يدي متكامل متراكب، ما ناخذ جزء من الدين ونترك جزء. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حديث واضح وصريح. احنا نروح بس نمسك واطيع الله واطيع الرسول وأولي الأمر منكم، ينسون طاعة الله وينسون طاعة الرسول. أهم شيء طاعة أولي الأمر، أولي الخبر، الكفار، الأنجاز. قاتلكم الله ما أقبحكم، لزقتوا هالكفرة اللي موجودين وسطنا ونسبتوهم والعياذ بالله حق الله ورسوله، والله ورسوله بريئين منهم ومن أشكالهم. فعموما لا أريد أن أطيل في الحلقة أخواني الأفاضل، أنا وين بنزل الحلقة؟ لا يحذفونها، أنا وين بنزلها؟ كل القنوات عليها انذارات، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يسر علي والله. ساعات أنا أنسى نفسي أعزائي المشاهدين، أنا بعد ماسك نفسي يعني ما بيريها أوضح وأقول أسماء وهاي، بعد لا يحذفون القناة هاي، لا حول ولا قوة إلا بالله. عموما إخواني الأفاضل لا أريد أن أطيل، الرسالة واضحة، كلمة I'm doing my job، كلمة أنا عبد المأمور، أنا أدي وظيفتي، لا تزعل علي يا عبد العزيز يا محمد يا مرزوق، لا تزعلون علي، أنا أدي وظيفتي، أدي وظيفتك بالمعروف. لو كل واحد راح حق المسؤول اللي فوق قال له سو كذا، قال له ليش؟ احبس عبد العزيز الأنصاري، ليش احبس عبد العزيز الأنصاري؟ عبد العزيز الأنصاري إنسان بريء، عبد العزيز الأنصاري عمره ما سوى شيء غلط، ما ليش احبسه؟ نفذ؟ لا والله ما نفذ. إيش رأيكم؟ لو كل واحد قال أنا ما نفذ، ما كان الطاغية صار طاغية، ما كان الظلمة صاروا ظلمة. احنا ما نقول والله كل واحد احنا نروح يعني، لا لابد ان احنا نعرف الحكمة. انا بدل ما قعد انا
أناحس الحاكم ولا أناحس مسؤولي وكل ونقعد كل واحد يعترض على الثاني. لا، لابد أن احنا نعرف هالقانون اللي نزل. يعني افهم، شغل عقلك أخوي، لا تحط جزمة هني وتدخل جهنم والعياذ بالله. والله جهنم في ناس ما راح تتخيل بعض الأعمال اللي أنت والله قد تكون ظلمت إنسان حتى والعياذ بالله في شيء بسيط أنت تشوفها بسيط لكنه كبير عند الله سبحانه وتعالى. ما تعرف شنو ظروف هالمواطن، ما تعرف شنو ظروف هالإنسان يلي أنت سرقت منه $1,000 ولا $500، مبلغ بسيط. يلي أنت هدمت بيته، يلي أنت طردته من وظيفته، يلي أنت تبليت عليه في وظيفته. والله الظلم هذا يحتاج حلقة، موضوع الظلم يحتاج حلقة. لا أريد أن أطيل، مسؤولك الحاكم، الأمير، الوزير، الضابط، النقيب، العقيد. ليش؟ اسأله ليش إذا ما عجبك القرار. إذا ما عجبك القرار ليش؟ أنت وكيل نيابة، ألو يتصل لك الوزير ولا يتصل لك رئيس النيابة أحبس فلان، ليش أحبسه؟ على أساس أحبسه؟ والله راح يجيك يوم الله راح يحبسك في جهنم. ركزوا على كلامي أرجوكم، أنا أبي لكم الخير. شوفوا التغيير في الأمة لن يحدث إلا إذا أنتم بديتوا تغيرون. إذا إحنا بدينا نربي عيالنا على أن يقول نعم للحق ويقول لا للباطل، حتى لو اللي قال له الأمير، الحاكم، الوزير، لو قال حق ولدك بكرة يتربى على هذا الموضوع، لو قال حق ولدك سو كذا هو حرام يقول له لا هذا حرام يغضب الله، أنا بفنشك، فنش. لو كل واحد قال فنش فنشوني، شو بيسوون الدولة؟ شو بتسوي؟ تحبسكم كلكم؟ لكن للأسف لما يطلعون خمة من الشعب يرضى على نفسه أن يكون حذاء من أجل عرض الدنيا كشماني، يرضى على نفسه أن يكون حذاء في رجل الحاكم، يرضى على نفسه أنه يشتغل حذاء يحبس هذا ويرس، فالدنيا ما راح تمشي. عشان كذا أنا أقول لكم هذا الموضوع لابد أن يكون عائلي، لابد أن يكون حتى على مستوى شيوخ القبائل. أنا شيخ قبيلة ما أرضى على ولا واحد من عيال قبيلتي أنه يدخل يكون عون للظالم. هذا قوانين، واللي نشوفه يخالف هذا القانون انقاطعه إلى أن يرجع إلى صوابه. الموضوع طويل أخواني الأفاضل، 12 دقيقة، ولكن أرجوكم الانتباه. I'm doing my job، عبد المأمور، ما أدري شنو، هذه وظيفتي. هذا الكلام ما ينفع عند الله سبحانه وتعالى، ما ينفع عند الله سبحانه. والله الوظيفة راح تدخلك جهنم. ركزوا على كلامي أرجوكم، وسمعوا عيالكم هذا الكلام. والله يستر لي يحذفون الحلقة، بس أتمنى رسالتكم وصلت.